القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تقلص عدد الضربات على مواقع الإرهابيين في أحياء حلب الشرقية لخروج من يرغب باتجاه المناطق الآمنة. وحدات من الجيش تستعيد السيطرة على مواقع ومعامل وكتل أبنية في حلب وتقضي على 50 إرهابيا بريف حماة. في ذكرى حرب تشرين التحريرية، الجيش يواصل معركته ضد الإرهاب. نشرة الواحدة ظهرا من الإخبارية السورية، حياكم الله. أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن لديها معلومات دقيقة عن أماكن تواجد مقرات للمسلحين ومستودعاتهم وأماكن تمركزهم في الأحياء الشرقية لحلب، وكل من لا يستفيد من الفرصة المتاحة لإلقاء السلاح أو المغادرة سيلقى مصيره المحتوم. ودعت القيادة العامة في بيان لها جميع المسلحين في أحياء حلب الشرقية إلى عدم انتظار المساعدة من أحد، فجميع خطوط الإمداد أصبحت مقطوعة ولا مجال أمامهم إلا إلقاء السلاح. كما منحت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة منحت المسلحين في أحياء حلب الشرقية فرصة إضافية للاستفادة من مرسوم العفو وتسوية أوضاعهم أو إلقاء السلاح والمغادرة مع عائلاتهم. استعادت وحدة من الجيش والقوات المسلحة السيطرة على المعهد الرياضي وسكن المعهد ومدرسة العلماء الصغار في منطقة بستان الباشا بمدينة حلب. كذلك استعادت وحدات من الجيش السيطرة على مؤسسة المياه ومعمل البيرة ومعمل الزجاج ومعمل السجاد على اتجاه مشفى الكندي بمدينة حلب. تقرير لمراسل الإخبارية أحمد صادق. نحن الآن ما نزال برفقة رجال الله رجال الجيش العربي السوري وفدائية الجيش العربي السوري بالريف الشمالي لمدينة حلب، وتحديدا الآن عدسة الإخبارية السورية أول من رصد لكم مع تقدم الجيش العربي السوري بالريف الشمالي منطقة العويجة. الكتل الأمامية التي سيطر عليها الجيش العربي السوري بمنطقة العويجة بالريف الشمالي التي تعتبر ساقطة ناريا من ضربات الجيش العربي السوري. من خلال تلك المعركة سيطر الجيش العربي السوري على كتل استراتيجية هامة للمجموعات الإرهابية المسلحة، مما أعطى للجيش العربي السوري القوة بالتقدم اتجاه الأحياء الشرقية، وكبد المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة في الأعتاد والأرواح وعرف منهم قادات كبيرة. العويجة تعد ساقطة ناريا تحت أنظارنا وأنظار الجيش العربي السوري بتوفيق من الله، والعمليات جارية إن شاء الله والتقدم والنصر قريب. نحن الآن متواجدون بالريف الشمالي مع الجيش العربي السوري والمؤازرة من قوى لواء القدس في ذات الجيش العربي السوري معمل بيرة الشرق، امتدادا لمعمل بيرة الشرق، إذا بمعمل بيرة الشرق، إذا بمعمل بيرة الشرق، إذا بمعمل بيرة الشرق، إذا بمعمل بيرة الشرق، إذا معمل السداج، إذا بمعمل بيرة الشرق، إذا بمعمل بيرة الشرق، إذا بمعمل بيرة الشرق، امتدادا للتلال الاستراتيجية الحاكمة التي سيطر عليها الجيش العربي السوري، ومن خلال تلك العملية سيطر أيضا على معمل السداج ومعمل الجنز، امتدادا إلى منطقة العويجة وما بعدها سوق الجمعة القديم المعروف في حلب، أيضا منطقة دوار العويجة وسيطرة نارية متجهة باتجاه دوار الجندول الذي يعتبر ساقطا ناريا، باتجاه إلى منطقة الأحياء الشرقية، أول حي من الأحياء الشرقية هو يعتبر حي بعيدين، امتدادا إلى حي الصاخور والحيدرية ومساكن هنانو. تستمر العمليات العسكرية بالريف الشمالي لمدينة حلب، ويحقق الجيش العربي السوري انتصارات كبيرة، ويسحق المجموعات الإرهابية المسلحة، وتقدمه الملحوظ باتجاه منطقة العويجة ودوار الجندول والأحياء الشرقية. أحمد صادق للإخبارية السورية من الريف الشمالي لحلب من معمل خميرة الشهباء. وإلى ريف السويداء الغربي، ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع أهالي قرية المجدل ضبطت سيارة من نوع كيا محملة بكمية كبيرة من القذائف المتنوعة على طريق المداجن، كانت متجهة من الريف الغربي إلى إرهابي داعش في ريف السويداء الشرقي بهدف نقل الأسلحة إليهم.
ارحموني شباب. يلا شباب. حركوا شباب. جاوا لهون يا خيي. يا عمران. عشان ما تغرق. عمران. يلا شباب. خلاص صار في الدوري. أعلن مصدر في أسطول البحر الأسود الروسي أن السفينة الصاروخية الروسية الصغيرة ميراج غادرت ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى البحر المتوسط. ونقلت وكالة سبوتينغ عن مدير القسم الإعلامي للأسطول قوله إن سفينة ميراج من أسطول البحر الأسود غادرت سيفاستوبول في رحلة طويلة إلى البحر الأبيض المتوسط بعد استكمال مجموعة من الأنشطة التحضيرية. وكان المتحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي أعلن أمس أن سفينتي سيربوخوف وزيليونيدول الروسيتين الصاروخيتين ستنضمان إلى مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة في البحر الأبيض المتوسط على أساس دائم. أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هناك اتفاقا بين موسكو وواشنطن يمنع أي صدام مباشر في سوريا. وقال زاخاروفا أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بذل كل الجهود لتقريب المواقف مع روسيا ولإيجاد مخرج في الشأن السوري، إلا أن واشنطن فشلت في تفعيل ذلك، ووزارة الخارجية الأمريكية لم تستطع أن تضيف إلى رصيدها التاريخي قرار حل الأزمة في سوريا. من جانب آخر أشار زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة مخطئة باعتقادها إمكانية تطويع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، مشيرة إلى أنه لا يجب اللعب مع دعاة الإرهاب. القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي تؤكد في بيان بمناسبة الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية أن سوريا أثبتت بشعبها وجيشها وقيادتها طيلة سنوات العدوان أنها أكبر وأقوى من سياسات العدوان والإرهاب والاحتواء والعزل. وأوضحت القيادة القومية للحزب أن سوريا التي أفشلت كل المؤامرات التي حكت ضدها وضد الأمة العربية ووقفت ماضية في مواصلة نضالاتها، وكلها يقين بأن شعبها خصوصا والشعب العربي عموما في كل بقعة من الأرض العربية يؤمن بتاريخه وانتصاراته على الظلم والعدوان على مر التاريخ. بالتزامن مع الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية يواصل الجيش العربي السوري الحرب ضد الإرهاب لأن المعركة لم تنتهي بعد. تقرير يمام واكد. لم يتغير المشهد كثيرا بين الماضي والحاضر. الجيش العربي السوري يحارب الإرهاب اليوم كما حارب كيان الاحتلال الصهيوني عام 1973. تشرين التحريرية كانت ولا زالت المثال الساطع عن انتصار إرادة الشعوب في مواجهة الجهات العدوانية التي تحاول الاعتداء على سيادتها واستقلالها مهما اختلفت مسمياتها. حرب تشرين علمتنا الصمود وعلمتنا المقاومة. من رحم هذه الحرب ولدت المقاومة. إذا سوريا الآن تحاسب على مواقفها، ولكن استفدنا من تشرين الصمود وحررنا إرادتنا كما قال فينا القائد الخالد حافظ الأسد، حررنا الإرادة العربية. يؤكد الشعب السوري في كل مرة يواجه فيها العدو من خلال الصمود والتحدي أنه قادر على صنع انتصارات جديدة وعلى استحضار نصر تشرين من جديد وإفشال كل المخططات العدوانية التي تستهدف الوطن. الجيش العربي السوري جيش عقائدي، جيش عم يحمي البلد، جيش وطني. شعب مكتوب عليه المقاومة والإنجازات والبطولات منذ عصور الزمان، وإن شاء الله منتصرين بالنهاية. نفس العدو بس الأشخاص اختلفوا والدول اختلفت. إن شاء الله الجيش السوري بيحرر كل شبر من هالوطن الغالي. مثل ما انتصرنا بحرب تشرين التحريري رح ننتصر على الإرهاب بكل أشكاله بهالسنة إن شاء الله، وترجع بلدنا آمن. الله يحمي جيشنا العربي السوري والله ينصره. 43 عاما مرت على حرب انتصار غيرت كل موازين القوى التقليدية وأكدت أن إرادة الشعوب أقوى من الأسلحة والقتل والإبادة، وتستمر الورود التشرينية بالتفتح على مر السنين لتبشر بقدوم انتصارات جديدة، فكل ليمونة ستنجب طفلا ومحال أن ينتهي الليمون. كثير من المعادلات الإقليمية والدولية تغيرت نتيجة انتصار الإرادة والعقل العربي في حرب تشرين التحريرية،
وعلى إيقاع هذه الانتصارات يستكمل الجيش العربي السوري مسيرة النضال والصمود للتصدي للإرهاب والقضاء عليها وإعادة الأمن والأمان لكل شبر من الأراضي السورية. من دمشق يما مواكد، الإخبارية السورية. السوريون يستذكرون حرب تشرين التحريرية ويؤكدون وقوفهم خلف الجيش العربي السوري صانع انتصارات الأمة. تقرير لزينب مخلوف. والهدف واحد وهو تدمير قوى المقاومة. في هذا العام يأتي تشرين حاملا معه انتصارات صبغت بالتضحيات، فها هو الجيش يتقدم في حلب والغوطتين الشرقية والغربية محررا الأرض من إرهاب أسود. فماذا قال السوريون اليوم عن تشارين سوريا بين الماضي والحاضر وما كان في الذاكرة؟ يعني أنا كنت بصف الخامس، كنا نشارك الجيش العربي السوري حتى نشيل معه الذخيرة ونحطهم بالسيارة. من زمنا بانتصارات الجيش العربي السوري، وإن شاء الله النصر رح يتحقق بحلب وبالغوطة الشرقية، وبإذن الله سوريا رح تتطهر من كل هالإرهابيين، وبإذن الله رح ننتصر على أعدائنا. كان عمري بوقتها يعني شي 12 سنة، يعني الجيش كان بهيئة كاملة وعن عقيدة عم نقاتل الحمد لله، وانتصرنا، وهلأ إن شاء الله بيتم النصر بإذن واحد أحد. مو بس انتصار تشرين، تشارين كمان إلى لقدام رح نشهد تشارين كبيرة وقوية جدا إن شاء الله. إن شاء الله نشهد انتصار تشرين جديد، إن شاء الله حرب تشرين بيحمل معه انتصارات مثل القديمة وأحلى إن شاء الله يا رب. أنا بتمنى أنه الجيش بتشرين يحقق انتصارات كبيرة، يعني دائما نحن متعودين الجيش السوري دائما رح يضل الأقوى بإذن الله. الجيش العربي السوري أمل كل أبناء الوطن وأمانه، أمنيات بتشرين نصر جديد يكتبه أبطال بحروف من دماء طاهرة كأختام شمع أحمر على رسالة مقدسة اسمها سوريا. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. وفد المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين بالتزامن مع تصعيد العدوان الإسرائيلي. أهلا بكم من جديد. وصل وفد المحكمة الدولية الجنائية إلى فلسطين المحتلة بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة. تقرير خليل إبراهيم. تزامنا مع التصعيد الصهيوني على قطاع غزة والقرصنة البحرية باقتياد سفينة زيتونة لكسر الحصار عن القطاع إلى ميناء يزدود، وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة هي الأولى لأعضاء من مكتب المدعية فاتو بنسودة إلى المنطقة بعد موافقة الاحتلال على دخول الوفد، شرط أن لا يقوم بجمع أدلة عن جرائم جرت خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014. من جهتها أكدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية أن هدف الزيارة هو زيادة التوعية على عمل المحكمة الجنائية الدولية وإطلاع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على عمل المحكمة الجنائية الدولية. هذه الزيارة إذن لا تهدف إلى جمع المعلومات أو فتح ملف التحقيق بجرائم الاحتلال الصهيوني، وإنما الاكتفاء بشرح عمل المحكمة. هذا يعني أن المحكمة تقوم بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة
في مهمة تثقيفية توعوية بمجالات وآليات عمل المحكمة ليس إلا، لأنها ليست في عجلة من أمرها للتحقيق في ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني أو بجرائم الحرب التي ترتكب بحقه صباح مساء، أو جرائم الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين بشكل يومي في الضفة الغربية المحتلة. وكانت بحرية الاحتلال قد منعت سفينتي الزيتونة والأمل اللتين تحملان 22 امرأة من دول عدة بينهن عضوة في البرلمان السويدي، منعتهم من الوصول إلى قطاع غزة واقتادتهم إلى ميناء إسدود. كعادته يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي تضييق الخناق على قطاع غزة، وهذه المرة بالاعتداء على سفينتي الزيتونة والأمل القادمتين من برشلونة. منظمو رحلة كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة التي انطلقت من ميناء برشلونة الإسباني أعلنوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت سفينتي الزيتونة والأمل اللتين تحملان 22 امرأة من عدة دول بينهم عضوة في البرلمان السويدي لدى اقترابها من سواحل القطاع بهدف الاستيلاء عليها ومنعها من الوصول إلى القطاع وتقديم المساعدات. مصادر أعلامية أكدت أن زوارق حربية إسرائيلية بدأت بالهجوم على السفينتين ومحاصرتهما، كما شوشت بحرية الاحتلال على الاتصالات الخاصة بسفينة الزيتونة في ظل انقطاع الاتصال عن السفينتين المذكورتين. وهددت قوات الاحتلال في وقت سابق السفينتين اللتين أبحرتا من إسبانيا قبل عدة أسابيع والوفد الذي على متنهما المتوجه لكسر الحصار بالاعتراض ومنع الوفد من الوصول إلى القطاع. أعلنت شركة يولتسات الأوروبية لتشغيل الأقمار الاصطناعية أنها علقت بث قناة التلفزيونية الكردية بناء على طلب من الهيئة التركية لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع التابع للنظام التركي. وحاول مدير يولتسات رودولف بيلمر تبرير قرار التعليق بقوله خلال اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي أبلغنا عندما طلب منا وقف بث القناة الكردية أنها تنتهك القوانين التركية، مشيرا إلى أن الشركة عمدت على الأثر إلى تعليق بث القناة بانتظار القرار الذي سيصدر عن ثلاث هيئات ناظمة في ثلاث دول أوروبية تبث منها القناة، هي بلجيكا والنرويج والسويد. أعلن خفر السواحل الإيطالي عن إنقاذ 4650 مهاجرا من مياه البحر الأبيض المتوسط ليرتفع عدد من تم انتشالهم خلال يومين إلى 11000 شخص، كما لقي نحو 50 مهاجرا حتفهم منذ يوم الاثنين. وكان خفر السواحل الإيطالي قد أعلن وفاة 22 شخصا اختناقا كانوا على متن مركب خشبي محمل بنحو 1000، ويذكر أن 142000 لاجئ وصلوا السواحل الإيطالية منذ بداية العام، فيما لقي 3000 آخرين حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا. كثف طيران النظام السعودي الليلة الماضية غاراته على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. تقرير روعة بدر. غيض من فيض كانت غارات طائرات النظام السعودي على عدة مناطق في اليمن. العدوان المستمر استهدف العاصمة صنعاء بسلسلة غارات عنيفة صالت مناطق عطان ونقم ومطار صنعاء الدولي ومديرية الثورة. وفي محافظة صعدة استهدف القصف السعودي سيارتين في منطقة المغرم وأغار على مديرية منبه، فيما أدى القصف الصاروخي في منطقة آل الشيخ إلى مقتل مواطن، وكان قتل يمني آخر نتيجة قصف ميناء الحيمة بمحافظة الحديدة بالقنابل العنقودية. طيران النظام السعودي نفذ غارات عدة على مديرية صرواح وعلى وادي رحب آل حجلان بمأرب وعلى منطقة حرض ومديرية ميدة بمحافظة حجة، واستهدف بغارتين مبنى المحكمة الجديد بمحافظة ذمار. لكن القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليمنية ردت على هذه الاعتداءات السعودية مستهدفة تجمعاً للعسكريين السعوديين في تبت عامر في عسير أدى إلى احتراق عدد من الخيام في الموقع، ما أجبر سيارات الإسعاف إلى التوجه إلى المكان. أما القوات الصاروخية للجيش اليمني فقد استهدفت تجمعاً لقوات النظام السعودي في موقع تنصاب العسكري بنجران، بالإضافة إلى استهداف معسكر الحرس الوطني في المنطقة.
كما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعاً للجنود السعوديين في موقع الفريضة في الخوبة بجيزان وكبدتهم خسائر فادحة. أطلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حزمة من المواقف المتشددة في مواكبة التحضيرات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ففي كلمة ألقتها بمدينة بيرمنغهام طالبت ماي بحرية تجارية مطلقة وتشدد بالنسبة لقضايا اللجوء والهجرة، مؤكدة استعداد بريطانيا لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي حسب تعبيرها. هناك العديد من الأسئلة الكبيرة العالقة، هل لدينا فعلا خطة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ هل نحن مستعدون لمرحلة ما بعد الخروج؟ نعم نحن كذلك. أضحى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريس الأوفر حظا لخلافة بان كيمون على رأس الأمانة العامة للأمم المتحدة بحسب دبلوماسيين في المنظمة الدولية، وذلك إثر تصويت غير رسمي في مجلس الأمن لتأكيد اختيار المرشح. وأنهى غوتيريس الذي تقلد منصب رئيس مهمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طيلة 10 سنوات عمليات التصويت الأولى الخمس متصدرا بقية المرشحين 9، وينبغي للمرشح الحائز على موافقة أعضاء مجلس الأمن أن يحصل بعد ذلك على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويبدأ الأمين العام المقبل مهامه مع بداية العام الجديد. آلاف الكولومبيين يسيرون في مسيرات شموع للمطالبة بتحقيق السلام في البلاد وإنهاء حالة الحرب مع حركة فارك المتمردة. تقرير هلال علي. المطالبة بإنهاء الحرب وتأييد اتفاق السلام مع حركة فارك سببان دفعا لتظاهر مئات الطلاب الكولومبيين في العاصمة بوغوتا الليلة الماضية. المتظاهرون احتشدوا في مسيرة شموع وزهور ساروا خلالها كيلومترات عدة حتى ساحة بوليفار حيث القصر الرئاسي وأطلقوا شعارات تدعو لوقف الحرب. هذه إشارة رمزية تدل على أن فئة الطلبة هم جزء كبير من البلاد وقد تعبنا من الحرب ونريد السلام. نطالب بتسريع عملية السلام فما تم التوصل إليه هش للغاية كما رأينا في الأخبار خلال الأيام الماضية. تأتي هذه التظاهرات بعد أن أظهرت نتيجة الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي حول اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الكولومبية مع حركة فارك أن أكثر من 50% من الكولومبيين صوتوا بلا رفضاً لاتفاق السلام مقابل ما يقارب 49% ممن وافقوا على هذا الاتفاق. يذكر أن الرئيس الكولومبي أعلن بعد يوم من الاستفتاء إطلاق مرحلة جديدة من الحوار مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك، وإبقاء رئيس الوفد الحكومي إلى المفاوضات في منصبه بعدما قدم الأخير استقالته إثر الرفض الذي لقيه اتفاق السلام. بين مؤيدي اتفاق السلام مع حركة فارك ومعارضيه يظهر انقسام حاد في الشارع الكولومبي، إلا أن السلام ولو اختلفت الوسائل والطرق للوصول إليه يبقى الحل الأمثل لحياة بعيدة عن صخب العنف والقتال. تذكير بالعناوين. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تقلص عدد الضربات على مواقع الإرهابيين في أحياء حلب الشرقية لخروج من يرغب باتجاه المناطق الآمنة. وحدات من الجيش تستعيد السيطرة على مواقع ومعامل وكتل أبنية في حلب وتقضي على 50 إرهابيا بريف حماة. وفي النشرة في ذكرى حرب تشرين التحريرية الجيش يواصل معركته ضد الإرهاب. النشرة انتهت، أشكركم على كرم المتابعة، بأمان الله.